ثروت سويلم موافق على رفع عدد اللاعبين الاجانب بالانديه المصريه الى 4؟ لا طبعا، لا طبعا، لان طبعا انت كده يعني اللعيبه تروح فين المصريين طيب؟ يعني احنا مش داخلين في منافسه عشان تاخد. كابتن خلطيب برضه عنده نفس الراي، فمش عارف مين السبب بقى. لا مش مين السبب، ما دي رغبه الانديه برضه. خلي بال حضرتك برضه في مجلس الاداره في حاجه جاي يعني حصلت جديده كده في مجلس الاداره. ان كل قرار بيتاخد بيجمعوا الانديه القسم الثاني وياخدوا ارائهم، ما بيبقاش في قرار منفرد لمجلس الاداره. الاربعه الافارقه كان قرار ال 18 نادي في الدوري الممتاز وليس مجلس الاداره. انا عايز حضرتك يعني حاجه يمكن اول مره تسمعها حضرتك، الكابتن هاني كان اول المعارضين لوجود اربعه افارقه. ولكن هو رغبه ان هو يكون قرار الانديه كلها وما يكونش ينفرد بقرار. يعني الارضاء رؤساء الانديه الكبيره من الاخر. هو مش ارضاء، مش مجامله، لكن يعني في الاول وفي الاخر هم اصحاب القرار او هم اصحاب الموضوع. موافق على فكره او صح والغلط برضو معامله اللاعب السوري زي اللاعب المصري؟ على فكره برضو حضرتك ده مش قرار اتحاد كوره كده، لا ده قرار فيه شكل سياسي شويه. والناس دي طبعا بظروفهم اللي موجوده حاليا الدوله حابه ان هي تكون. طب ليه ما حصلش مع الليبي ومع اليمني مثلا؟ ما هو الليبي واليمني مش زي سوريا. معلش اللي بيحصل في سوريا مختلف عن الليبي واليمني. تمام، يعني ليه تقديرات سياسيه.